كان يا ما كان جيشنا في اليوم ده انتصر، وجنود زي الأسود يملوا العين والنظر، كتبوا التاريخ بدمهم، مش فارقة حاجة عندهم غير أرضهم. ما هو أصل إيه أعز من الوطن؟ كتب التاريخ تشهد على الملحمة، مين كان قوي، مين دافع، مين حمى، مين حرر الأرض بإيديه، ومصر بالنسبة له إيه؟ كله أمل في بكرة أحسن، وده فعلا حصل. عايشين بفخر وبأمان، والفضل يرجع للي ضحوا من الرجال. احناش دعاء للحرب ولا بنحبها، لكن اللي يجي علينا يبقى ملوش مكان. الانتصار كان درس علم على الغزاة، علمنا يعني ايه كرامة في الحياة. جيل بعد جيل برضه يدافع عنها، ولحد لما العمر يوصل منتهى. عشان هودي نفسي عادي للخطر، انا واللي زي كتير قوي جاهزين، لا يمكن ننحني ولا ينتهي عشقي لكل حد.